عارفه بقى دي قعدتي كل يوم، بس بيبقى في ناس انضف من كده يعني. النهارده كده الموضوع مش متظبط قوي يعني، ونجيب تعابين بقى نشويها هنا. مين هيرمي بياضه معلمين؟ سلام ورحمه على المهاتمه الكبير. معلم برقوق واخوه المعلم علي بطيخه، كبارات عيله الصيفي. برقوق وبطيخه من الصيفي؟ ها اه لا منطقي برضه، ما شاء الله محليين القعده. اهلا بيكم معلمين. معلم الديك والمعلم فرخه، كبارات عيله الرومي. اهلا وسهلا. مفهوم خلاص واضح. اهلا وسهلا. اهلا. معلم جوده والمعلم فلامنك، قسم الجبن. كبارات عيله البقال. احنا عشمانين اننا نسيح على بعض ونبقى قطعيه واحده يا معلم، بس انت استطعم. انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه من معلم فلامنك. دلوقتي واجه الرجاله كانوا عايزيني خير. معلمين طمعانين في كرمك يا مهاتمه، وجايين عشان يحلوا. ايه واجيه؟ ما تخلي المعلمين تتكلم. انا هفهمك يا معلم. ايه يا واجيه؟ جرى ايه؟ ما حدش عايز يتكلم ليه؟ انا بصيح من بدري، في ايه؟ اتفضل يا معلم ديك. احنا عرفنا اللي حصل يا معلم، وعرفنا انك نتبت ريش عيله المخاطيه ريشه. طب حد يشرب حاجه؟ حد يشرب حاجه عشان في شرقه بس. اتفضل يا معلم ديك. لا مؤاخذه معلم. احنا عرفنا ان مش بس كده، ده مرضيش ينقر ابو ريانا، وده طبعا خلاه يسيطر على عش الشرق تما. اه لا مؤاخذه انا اسف، معلش. خير اللهم اجعله خير يا رب الليله الحلوه دي. معلش انا اسف يا جماعه، انا اسف يا معلم. ايه يا واجيه؟ يا معلم الرجاله جايه طالبه العفو منك، ومش طالبين غير ان هم يبشروا شغلهم من غير لبش. طب ما يبشروا، هو حد ماسكهم؟ احنا كل شغلنا متجمد يا معلم، ما تقطعش فينا بزياده. مفهوم يا معلم فلامنك. هو فلامنك يعني علشان جبنا سايحه وجبنا متجمده وفلامنك وجوده وكده. يا مجرم، يا مجرم. خلاص. ما تخليك معانا يا معلم شويه. الرجاله جايه ومقدمه الولاء على الطاعه، ومستعدين يدفعوا 90% من اي دخل يدخل لهم. ايه رايك؟ انا رايي توافق. احنا كده تمام قوي. اقول لك على حاجه، احنا فوق التمام بشويه. في ايه يا معلم؟ ايه انت مالك قاعد نافش ريشك علينا كده ليه؟ انت والعصفوره اللي جنبك، مش ده القرب اللي بينا؟ انا العصفوره؟ انت هتسيبه يكلمني كده؟ ثواني بس. طب والنبي اقول له حاجه نفسي فيها قوي. اسمع بقى يا ديك، اشغل ما تشغلش، وضع يسمح لي خلصانه، اللي عنده مشكله يحلها مع نفسه، حاجه ما تخصنيش. صباح الخير عليكم. جدا 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 حبيت جدا 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 والله. اي لايك ات. وحشه؟ لا حلو قوي. لا بس الديك كان انضف. من امتى يعني الحريم بتقعد في مجالس الرجاله؟ ما طول عمرهم في المطابخ. ما ينفعش كده يا معلم. اهو نفع والتخين رفع. نستهدى بالله رجاله، الكلام اخده وعطى. ما انت شايف رئيس وجيه جايين سحب ومكبرينه علينا. ده كده مش بشوقك، هتلاقيني فوقك. طب اقول لك ايه، خد 95 واحنا 5 مهدمه، اوزنها. ولا واحد ولا نص في المية، ما دام اتكلمتوا على عصفوره اللي هي هتبقى حرامنا، وهيبقى كلامها فوق كلام التخين. لا مؤاخذه معلم بطيخه. طب ونشتغل ليه بقى اصلا من البدايه لما مش هناخد حاجه؟ احنا كده مش هندوق اي حاجه خالص. انا قلت ولا واحد ولا نص، صح؟ هناخد 100% كده؟ ايوه. طب ما هو عنده حق. ايوه. تخيل هو فلامنك بس بيتكلم صح، هيحدق كلامه مظبوط. هو ده النظام، تكسير عظام. شفت نظام وعظام؟ راجل قوي، ذكر قوي. ده فرق حرف. بسم الله ما شاء الله. واسمع بقى يا حبيبي انت وهو، ابلع ريقك الله لا يسيئك، والمهاتمه لما يقول كله ينام بالطول، وهي جمعيه ودايره والقهوه فايره. دي معلومه على فكره، انا بقول عشان تتلحق، لان لو اتثابت انت عارف بقى ال يا معلم. ايه؟ يعني ايه؟ عايز تذبحنا وتقطف جناحاتنا ومش عايزنا نفرفر؟ يلا فرخه. الكلام نام واليمام زام. يا ابن اللعيبه، قالها وعملها مع بعض كتير. عشان طيور مع بعض هم. ثواني يا معلمين، استنوا. يلا انت وهو من هنا من غير ما تروح. يلا 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 يا جعر، منك ليه؟ انا اللي عملتكم واعمل غيركم، انا المهاتمه. يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. رجالة طب اهدوا، طب نتفاهم يا معلم ديك. اشترك في باقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.